معكم ماريا البدر. اليوم راح اشرح لكم طريقة عمل دمية في البيت بهالطريقة. فراح نحتاج الادوات، راح نحتاج اول شيء صوف انزين، ونحتاج دلاق طبعا عشان نقدر نسوي اللعبة او الدمية اللي في البيت. راح نحتاج جوخ، خامة جوخ، راح نحتاج خامة، اي خامة عندكم بالبيت تبون تضيفونها بهالشكل عشان تقصون تحطون قلب الحب. تحتاجون خيط صوف، تحتاجون شريطة، مقص، قلم صمغ، ونحتاج همن هذيلة العيون الصغيرة زين، وزرارات في حال تبون التزيين. الحين أول شيء راح نسويه طبعا معانا سارونة، راح تسوي معانا الإدلاق، شي ناخذ هذا الإدلاق ونحط داخل الصوف بهالطريقة. راح نستخدم نضبط اي راح نضبطه، راح نستخدم اثنينه، وبعد الثاني نحطه ايوه بهالطريقه نعدله تمام. الحين شنو راح نحتاج سارونه؟ راح نحتاج شنو؟ خيط. خيط خيط نسوي فيه شنو راح نسوي الحين؟ اللفه صح. أنا بس راح أضبط لكم إياها بهالشكل عشان يصير مرتب. لما نحط الوي راح نلفه بهالطريقة تبون تلفونها لفة لفتين ثلاثة يعني على راحتكم، أنتوا تقدروا تسوونها، أنا طبعا بعدين راح ألفها بالشريطة. راح نحتاج الحين خيط ثاني عشان نلف فيه، نحاول كثر ما نقدر ان نسوي نشاطات حق اطفالنا بالبيت عشان يلتهون بهالطريقة. بس الحين يلا الحين راح نسوي شنو راح نسوي سارة؟ عيون. راح نحط عيون ولا وش نحط؟ قلب. نقص عندنا هذه الخامة، نقصها نقصها بهالشكل الدائري او قلب الحب اقصد. طبعا يفضل انكم تعدون كل شيء مسبق عشان بس الياهل لما يساعدكم يصير كل شيء بالنسبة لكم سهل. الحين شنو راح نسوي؟ عيون راح نسوي عيون سهلة كذي هالطريقة. أول شيء لا نسوي قلب الحب صح؟ نحط قلب الحب. يلا يلا أنا حط الصامق. يلا حطيها، يلا حطي، يلا حط الكاميرا. يلا حطي قلب الحب. أيوة يلا صامق بارد زين. الحين بعد شنو راح نسوي؟ راح نحتاج حق شنو نسوي؟ حلج واسنان صح؟ نقصها على هالشكل. ما عندها اسنان برا. عندها برا صح. الارنب سريع ولا بطيء؟ يركض صح. بطيئة. بطيئة. بهالطريقة. يلا تعالي خلنا نلزقهم. العنوبة سريعة. شوفي العنوبة تركض. تركض. يلا الحين تعالي نحط لها شنو؟ ماما تعالي يلا خلنا نلزق هذا. يلا 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 تعال لزقي. حطها وين؟ مني؟ يلا نحط لها مني، نحط لها خشم. طبعا انا همن بالجوخ قصيت الخشم او رسمته عشان بس سهل انه نقصه. هذا مالت مايت ايدي صح؟ صح. هذا شوفي هذا شو اسمه هذا؟ هذا المقص مالتي
الإنسان المقف أسنينه هذا المقف أدري يقول أدري. يلا تعالي خنحط الخشم. يلا خشم يلا حطه كذي. يلا يلا حطي. أيوة كذي. إنزين يلا بعد شنو نحط؟ حط عيون. يلا يلا نحط عيون. يلا هات تعالي يلا حطي مسكي كذي قريب. يلا قريب يلا حط عيونه. أوبا يلا هات وي ونحط عيونه الثانية. يلا يلا هات مسكي. الله الحين شنو نسوي؟ نحط الدروسه. يلا انا وياك نمسك مع بعض نرسمه. انا تعرفي ترسمين؟ إيه انا اعرف ارسم سمايل. يلا اوكي. زين وين خشمه؟ وين حلجه؟ وين اسنانه؟ يلا رسمي. انا ارسم اسنانه برا. يلا رسمي اسنانه برا. زين واسنانه الثانيه؟ واسنان الاسنان الثانيه. يلا اي الله. انزين نحط له نقط مني نفس هذا. يلا حطي له. انزين وبعد مني الثاني حطي له. الله فنانه سارونه. انزين الحين نحط له شريطه. يلا نحط له شريطه. انزين يلا يلا من ورا لقدام. يلا يلا تعرفي قدام. يلا خلينا نشوف شلون تربطينه كذي كذي. وش انا؟ يلا اوكي اساعدك انا. انت تعرفين؟ انت ادري انت مبدعه. يلا خلينا نشوف كذي. ايه اعطيني اساعدك اطلعه من هني. اوكي بعدين شو نسوي؟ نسوي شريطة؟ ما نسوي شريطة؟ لا لا ما نسويها كذي. فيونكة نسويها فيونكة عشان نحط زرار. ما تبي نحط زرار؟ يلا نحط زرار. كاهو زرار. تبين على قلب الحب ولا تبين على وردة؟ قلب الحب وردي ولا تبين الأصفر؟ لا وردي. وردي يلا. ها وردي واصفر. وردي واصفر. لا انا ازرار كذي. ازرار يلا حطي يلا حطي الازرار مني. مني اي الله. بعدين الازرار هالطريقة خلصنا. وي نسينا اخر طريقة. شنو نسوي؟ نسوي له اذون اخر شيء نسينا. يلا نسوي هالطريقة نقص اذونه. زين بعدين شنو نسوي؟ شنو نسوي الحين؟ شنو نسوي؟ سويتي ثلاثة بهالطريقة. طبعا انتوا وابداعاتكم. وبكذي سوينا ارنبين حلوين. انزين نقدر نلعب فيهم بالبيت صح يا سارونا؟ اي شنو راح تسمينهم؟ شنو راح تسمينهم؟ ارنوبين سارين. انزين هذا شنو اسمه؟ سارونا؟ لا ها؟ هذا شنو اسمه راح تسمينه؟ وهذا عرين راح نسميهم سارة وعرين. وكذي حلوين بالادلاقات اللي عندكم بالبيت اللي ما تبونهم تقدرون تسوون الالعاب. وكذي خلصنا.